السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، دائما معكم إن شاء الله. أكيد سنبقى معكم، فننبه ونحذر أننا نمر من مرحلة خطيرة ويجب أن يبقى الناس في منازلهم. هذه الفترة التي تمتد يعني من الأمس إلى يوم الثلاثاء المقبل، اثنين ثلاثاء يعني حدود 12-13 أبريل، ممكن أن نقرأ الواقع، لكن الآن لا نرى أي شيء. فهذه المرحلة أنا بدأت بعد البؤر في العائلية، العائلات الآن البؤر العائلية بدأت تتفجر ولا ندري ما سيقع. فيجب أن يكون الناس حذرين هذه الأيام، لا يكون بيع وشراء في الأزقة، لا يكون خروج بالليل، لا يكون زيارات، لا يكون تهور، لا يكون أخطاء. مع الأسف بعض الأحياء في المدن يعني الكبرى، الأحياء الشعبية، لا زال الناس يشترون خضر ولا زال هناك بيع وشراء في الأزقة. فيجب أن لا يتهور الناس هذه الفترة، وأن يصبروا وأن يتحملوا، لأننا نواجه أكبر كارثة وأخطر شيء مرت به البشرية. أكبر كارثة تمر بها البشرية هي هذه كارثة الكورونا فيروس. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، لكي لا يتهور الناس، ليس هناك دواء ولا علاج، ولا تعول على أي شيء، ليس هناك دواء ولا علاج. الأدوية الآن تجرب على الناس وليس هناك دواء. الكلوروكواين الآن لم يقبلوها في أوروبا. الكلوروكواين لم تقبلها إسبانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا، والدول لا تقبل الكلوروكواين. وحتى في المغرب نحن نصنع الكلوروكواين، ولكن يعني نسبة الوفيات مرتفعة. نسبة الوفيات ليس عدد الوفيات، نسبة الوفيات مرتفعة جدا، من أعلى النسب الآن في العالم. يجب أن لا يتهور الناس وأن لا يعولوا على دواء، لا يرتكون ارتخاء أو تهور، ليس هناك علاج ولا دواء. فجميع الأدوية الآن تجرب على الناس، يعني جربوا الكلوروكوين وجربوا دواء، هذا دواء طفيليات مضاد للطفيليات الآن يجرب، وجربوا هذه السل، دواء السل، ليس دواء السل، يعني هذه تلقيح السل، وكذلك الأنترفيرون، وكذلك علاج السيدة، علاج الأيدز. الأدوية كلها الآن تجرب على الناس، لأن ليس هناك حل، ولن يكون ولا يكون ولن يكون، لا يوجد ولن يوجد. لأن الإعلام الآن بدأ يوحي للناس أن هناك تطعيم هناك، لماذا؟ لأن الإعلام ليس لديه أي شيء، ويخفي عجزه الآن وراء هذا الخبر، يملأ به الوقت، ويتمنى الإعلام العربي، يتمنى بالليل قبل النهار، أن تصنع أمريكا أو اليابان أو الصين أو ألمانيا يعني لقاح أو تطعيم، ليبقى يقدس هذه البلدان، الذي ظل يقدسها ويعقد البلدان العربية بهذه البلدان. لكن الأمور ستختلف، أمور الآن بعد الكورونا سيكون عالم آخر. فيجب أن يحذر المواطن من هذه التضليلات، ليس هناك دواء ولن يكون، ليس هناك تطعيم ولن يكون، ككلمة فصل، كلمة أخيرة. ولاحظوا كذلك بعض الأشياء التي ضللت الناس، فظهر هناك من يقسم بالله، هناك من يحلف، هناك من يتحدى، هناك من لديه علاج، هناك من يريد وزارة الصحة، هناك من يطلب مال، وهناك من يحلم. حتى الأحلام يعني كثرت الأحلام كذلك. هذه وأين هذه تقع هذه الأشياء؟ في البلدان العربية فقط، كل البلدان العربية فيها أشخاص يتحدون ولديهم علاج، لأنهم لو كانوا يعلموا ما معنى فيروس يعني لما انزلقوا مع هذه السخافات. أي مع الأسف الشديد، يعني ماذا نعمل للناس؟ فيعني حددنا علاج ولم نقل للناس علاج، حددنا علاج ولم نقل للناس علاج، ولمحنا وتكلمنا بالمعنى، تهور الناس، فماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ تكلمنا عن أشياء وتهور الناس، لأنهم ظنوا أن هذه أشياء عادية، ومحمد فايد دائما يتكلم ونفس الأسلوب، نفس الكلمات، ويعيد نفس الأشياء، فتهوروا ولم يقتنوا هذه العكبر وغذاء الملكات، يعني بروبوليس رويال جيلي، لم يشتروا ولم يقتنوها، وبدأوا يضللون الناس ويشكون. هناك من نيته حسنة، طبعا هناك من نيته حسنة، لكن بقي يشك، أو ربما تهور أو ارتخى، أو كان يظن أن العكبر مثل الأعشاب التي يسمع من الشيوخ، يظن أن هذه العكبر مثل القسط الهندي، ومثل يعني هذه الزنجبيل، ومثل هذه الأشياء، ظن أن العكبر شيء بسيط مثل هذه الأشياء، ولم يفهم هذه الأشياء، نيته حسنة لكنه تهور. وهناك من شككوه وضللوه،
يعني هذه خرافات. والآن الذين صدقوا ونيتهم حسنة وصدقوا الحديث وآمنوا به فهم الآن اشتروا هذه الأشياء، والذين ضللوهم والذين ضللوا فهم الآن، الاثنين الآن إذا أرادوا أن يشتروا هذه الأشياء فلا توجد في السوق، فهي نفذت في جميع الصيدليات بالمملكة، يعني في المغرب جميع الصيدليات استنفذوا كل ما لديهم، لا توجد الآن عكبر ولا غذاء الملكات في المغرب. ونحذر من شراء خلطات في العسل، نحذر من شراء البروبوليس في العسل، نحذر منها 70 مرة، سيكذبون عليكم وسيأكلون أموالكم بالباطل. نحن تكلمنا عن أشياء مراقبة في المختبر وخاضعة للقياسات الدولية، فتهورتم. وهناك من ضلل الناس الآن، أراد أن الذين كانوا يضللون الناس الآن يريدون أن يشتروها فلا يجدونها، غير موجودة الآن في الصيدليات. بعض البلدان ربما تكون لا زالت لديهم، لا زال إخواننا في إيطاليا وإسبانيا يجدونها، لا زال هناك الأشياء. ومع ذلك فالجالية كذلك تهورت، هناك جاليتنا لا تهورت ولم تشتري هذه الأشياء. كل الذين اتبعوا النظام واشتروا هذه المكملات فهم آمنون من الفيروس، يشربون أوراق الزيتون، يشربون مشروبات ساخنة، ويتناولون عكبر وغذاء الملكات والأشياء التي تعرق وتسخن الجسم، فهم الآن آمنون إن شاء الله، لا خوف عليهم إن شاء الله، سيجتازوا المرحلة بدون أي مشكل. فالذين الآن ضللوا الناس وأرادوا أن يضللوا الناس في الآن بقوا بدون هذه الأشياء. انظروا، فمعلومات أخرى نضيفها في هذه الحلقة، نريد أن نعقم كذلك. يعني فتكلمنا عن نظام غذائي، بقي أشياء طبعا سنتكلم عن كل شيء. فممكن أن نعقم المنزل، المنزل كذلك يعقم. كيف يعقم المنزل؟ ليس بالدخان، الدخان تخلف وسخافة، لا يمكن أن نعقم المنزل بالدخان. فهناك من بدأ يعني يحرق أوراق الأوكاليبتوس وبدأ أشياء هكذا، فلا نعقم المنزل بالدخان، لا نعقم المنزل بالدخان، المنزل يعقم بأشياء أخرى، أشياء راقية وعلمية وأكاديمية وثابتة. تتبعون الشعوذة وتتبعون الخزعبلات، وهذا هو المشكل. فيعني تعقيم هواء المنزل هو بسيط جدا ويعقم ليس بالدخان، لا تحرق أي شيء، لأن الدخان يخنق، لأن الدخان فيه خطر، فيه مركبات الاحتراق اللي هي مركبات خطيرة وسامة. فالتعقيم الثابت لدينا في العلوم في الجامعة هو أن نغلي بعض الأعشاب مع الماء، وهذه الأعشاب فيها زيوت أساسية، زيوت طيارة، فيعني تطلع تصعد مع البخار ثم تملأ هذا الهواء فتقضي على الجراثيم إن كانت، ويستنشقها الناس كذلك، فهي لديها دورين، يعني تعقم الهواء وتطرد الحشرات ثم يستنشقها الناس كذلك، وهي تستعمل في العلاج. إما زيوت طيارة، زيوت أساسية تضخ في الهواء لكنها غالية ولا توجد، أو يعني هذه الأعشاب ما هي، فليست كل الأعشاب، يعني أول عشبة تستعمل هي المريمية، هذه في المغرب نسميها السالمية. المريمية هذه السيج، لاسوج بالفرنسية، كذلك العطرشة أو العطرة، العطرشة في المغرب نسميها العطرشة كذلك، والزعتر والبردقوش والشيح فقط. هذه الأشياء قبضة توضع في ماء يغلي، ماء يغلي وتتركوه يغلي، تترك النار مشتعلة، فماء يغلي تضعون قبضة، ثم هذه الزيوت، هذا البخار الماء سيصعد معه، وهذه الزيوت الطيارة ثم تعقم الهواء وتستنشقونها. عملية تقومون بها مرة في اليوم أو مرتين في الأسبوع، لما 3 مرات في الأسبوع لما لا، وتوضع في المكان الذي تعيشون فيه، الذي تجلسون فيه، إما قاعة ضيوف أو يعني المكان الذي تجلسون فيه ولو كان المطبخ. يعني تترك الماء، هذه قبضة من المريمية أو قبضة من الشيح أو قبضة من الزعتر أو شيء، تضعونها في هذا الماء وتتركونها يغلي 5 دقائق، ثم هذه الريوح يعني هذه الزيوت ستصعد مع هذا البخار ثم تعقم الهواء وتستنشقونها كذلك. هذه هي العملية الراقية الأكاديمية السهلة البسيطة الرخيصة، وليس تبخر المنزل هذا بأشياء، هذه فأشياء سامة، الأشياء لما تحترق تعطي منتوجات البايرولايز هذه، وهي منتوجات خطيرة، ويعني فيها نيتروزو، فيها أشياء يعني خطيرة جدا. هذه اللي يجب أن لا
أن تحذروا هذه الشعوذة وألا يعني تصدقوا هذه الأشياء، لأن مع الأسف الشديد هناك تضليلات كثيرة. هذه العملية كذلك تقوم بعملية استنشاق، يعني تعقيم هواء المنزل، النظام الغذائي الذي يسخن مكملات، هذه بروبوليس ورويال جيلي، بروبوليس رويال جيلي، الأعشاب التي تشرب منها أوراق الزيتون، منها زعتر، منها أشياء هكذا، ثم البقوليات والنظام الغذائي الذي تكلمنا عنه، فيه التوابل، فيه كذلك البذرات، ثم إن شاء الله تكون بسلام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.